مرحبا بكم في النشرة الاقتصادية. أكدت لجنة التجار البحرينيين الأسيويين في غرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية إنشاء ملحقية تجارية مقيمة للهند في المملكة لدعم وتوجيه المستثمرين وأصحاب الأعمال البحرينيين على دخول الأسواق الهندية. جاء ذلك خلال لقاء رئيس وأعضاء لجنة التجار الأسيويين وسفير جمهورية الهند لدى المملكة السيد ألوك كومار سينها لبحث وتعزيز كل ما من شأنه تطوير العلاقات الثنائية المشتركة وخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأشاد سفير الهندي بعمق ومتانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، مشددا على أهمية تبادل الزيارات بين الوفود التجارية لخلق شراكات بين رجال الأعمال البحرينيين ونظرائهم الهنود. أقفل مؤشر البحرين العام بارتفاع وقدره 6.9 عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 1,667,105 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 239,004 دنانير تم تنفيذها من خلال 56 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 50% من القيمة الإجمالية للأسهم.